تدويج خلاص باذن الله. راح تشوف المقطع ده وكلامه كذا. شوف شلون تركض الرجال. فيصل ايش تعني لك الذكرى فيصل؟ الحزينه او السعيده؟ لا الحزينه. حاول تجاهلها متى ما قدرت. نقول تصدد وتناهت كل يوم، لا لفاني طاري يبحث خفاي، المشاعر طاغية وأنا كتومة تعزز عند ربعي وخياي، مرة طايح وكم مرها أقوم عازل نفسي وعازل عمري اللي أجاني بلاي. هذه مطلع قصيدة عادي أكتب عليها. طيب فيصل وش يذكرك بالذكريات الحلوة؟ عطار، حاجات، مكان، كلمة، مكان، اسم، محل. والله محل المحل بخرج فيصل ولا بالرياض؟ فيصل في كذا محل. وش كنتوا تتكلمون فيه عني؟ ليه صار بكم يعني بكم منطقة؟ لأن صارت فيه مواقف حلوة. يعني منطقة صار فيها موقف. لا والله عادي ها. لا والله غالي سألني أسئلة ياخذ معلومات. أكب عليك؟ لا تكفى خلي شوي. جاي بارد شوي. البارد وجه الرجال. إي والله أنك صادق. حلو الرياض يا بلادي. شوف جاء وخرب كل شيء. ايوه يسر خليه ياخذ راحته. تفضل عاشي. عطني كوكيز. لا لا رجع الدولاب. ايش كنا نقول؟ عشان ما تقول عداني بس 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 تقهو. بدون اقولها ما تعديني اياها ان شاء الله. تفاك تقهو. ما ابي والله. صحيح على كويكيز ما تراني طالب والله العظيم طلب طلب شوف شوف طلب طلب والله يعطيك العافيه. يقول كل ما ضاق سال الله ان يسعدك في الدنيا والاخره. اقسم بجلاله انك من احب الناس عندي ومن اكثر الناس يحب امزح معهم وانك حصان وانك تجمل قبيلتك وتجمل القبائل المجاوره كلها. تقهو والله ما اسحب عليك. تقهو والله اي اي تقهو الحين هناك ابو وهاب. ما بي امزح معك يا باصره. اصلا لو انت وفيصل متين في البرنامج علوم يعني ايش مخ ايش مخسرك من الكلام ذا؟ حلو الرياض يا بلادي الوفيه. والله ما بي ابو سحا والله عندي هوا. ها صوران تعال صبيت لك اول واحد بس انت ما انت فيه. من الزحاف. ها اعطنيها نظارتك. خلوه تيس نظارتك. ها نظارت من؟ ايه زين تقول لي حلو تعيش مكان اجل. حلو الرياض اعطاها هذا لحنها حلو. لا بصوت برجيقه. حلو الرياض يا ها العيال هذول العيال لا تتكلم. محل مكان المحل ذا يعني تلقاه بكل منطقه ولا بس لا لا, لا 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 بعض الاماكن اللي حصلت فيها مواقف فرح لي من الموقف هي مربوطه بشخص يعني شخص اشخاص شخص يمكن انا جايني خبر مبرح يخصني انا في مكان معين. المكان هذا كل ما جيت تتذكر علي. في ناس انا تذكرهم من ريحه عطير من ما سياره من كلام. انا في ناس لا شاف السياره محدده طلع عليه ذكرى حلوه اكيد. يا سلام. في ناس لما مرت عليه شم ريحه فيك طيب تذكر له الطيب. كنت بسوي فاصل حق البرنامج واقع ذي اللي يحطون. ايش رايك في برنامج جديد بعد 50 يوم؟ والله البرنامج كان عاجبني وكنت مبسوط. وش اللي ما يعجبك يا شباب؟ والله ما يعجبني انه ما ناموا بدري. خلصت اسئلتك يا سفهاد؟ هي ما خلصت الا يوم جابوا سحاب. طيب سحاب اسمع اطلع حلوه الرياض. شوف اثنين انا تحت هيبتهم سيف فهد وفهد فارس. تدري ليش؟ عشان ما اخش السجن في هذا العمر وسبت هوشه مع يا ولد بس. تقول حمامه فيها مرقيب عرفتوها طلبه يا عيال. الله يصلح ان شاء الله. الله يهديك.
ما يعرف مصلحة نفسه ترى يا الربع، يحس منه كذا يعني زين. تعرف مصلحة نفسك أنت؟ أشارككم في الموضوع قبل شوي يا إخوان. اطرحوا علي السؤال تكفون رجاء خاص يعني. اطرحوا علي السؤال، أنا ما أحب أجاوب ذا السؤال. نسيت ماسكم حار. أبو لا وبس أبو عبد العزيز بعد. عندك ذكريات حلوة؟ أو شينة؟ شوف. شينة؟ لا إن شاء الله. شوف الشينة أعطيتها أشكال ابتعدت عنها وصارت ما تجي. صرت ما أشوف. أشكال. والله صدق. الذكريات الجميلة تطارد الإنسان. عن إذنك أبو وين يا ولد؟ وش معنى يوم جاء السؤال وصار عن إذنك؟ ها؟ وش معنى يوم جاء السؤال حق الذكريات صار عن إذنك؟ ما أتذكر. لا بيجاوب في الثغرة، واضح إنه بيجاوب في الثغرة. واضح إنه هيجاوب في الثغرة إجابات فانتاستيك. عموماً أنا بديت أحس بذكريات هذا المكان وأنا فيه. أي مكان؟ اللي أنا فيه القرية والشباب أنتم. فتسمع بالتغريدة الجماعية والتغريدة الفردية. الذكرى الجماعية ذكرى فردية. أنا لما أشوف سيارة معينة عليها لوحة الكويت أتذكر كل الأحبة اللي في الكويت. أتذكر جياتي لهم واحتفالاتي بالعيد. اما الذكريات الفرديه عطر شماغ كبك خاتم يعني الشغلات الفرديه اللي تذكرك بشخص ما بذات عينه هذه موجوده وكثير عندي منها موجود عندي كثير. طيب لا شفتها تنغث ولا تستانس؟ لا استانس. ايش انغث؟ لا في بعض الناس تنغث. شوف انا جدي الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه يمكن من اعز من فقدت جدي وامي له صورتين عندي او صوره ما متاكد ولكن بغض النظر حتى لو ما في صور أنا كل صلاة أدعي له 15 سنة وأنا كل صلاة أدعي له أدعي باسمه وأدعي بموت المسلمين الله أكبر في سجدة ما وأدعي للمرضى المسلمين إلى آخره. ففي ناس حتى ما يحتاج يكون بينك وبينهم رابط في الذكرى أو شغلة معينة أو صلة يكون ببالك خلاص في بالك منتهي موضوعه. فهنا الذكريات اللي وسط المكان هذا أساسا اللي يصنف ذكرى فيه لما يقولك فردية أقول لك خلاص الجلسة هذيك خلاص صارت سيف فهد يعني اليوم تجي عيني تطيع عيني على المنطقة هذه الخلطين اللي في النص والزاوية ذي حتى لو فرشاتك ما في ذكرك زين بقول لك عشان كذا أنا البارح قلت مسر خلينا نتقع عند سيف لأني أنا عارف إن أحب مكان اللي في البرنامج كان جلسة صح لا زين وش أبو سحاب طيب هل أنت تحتفظ بأشياء الذكرى نعم ولا أنك شوف أنا بثقافتي أحتفظ في ثقافتي الحياتية أحتفظ بكثير من أشياء والله يا الربع عندي خاتم من 17 سنة هو بلها بذكرى وشي شاري بفلوسي بس كذا يا أخي بعض المرات تشتريك حاجة تصير قريبة من قلبك لا أنا بشكل عام حافظ على الأشياء علي أخوي عنده أشياء حافظ خل علي في الخرج وخلني أجاوب يعني كنت تقول 17 سنة خل علي في الخرج وخلني أجاوب علي ترى يسقط عليك ما سقط قلت خلي في الخرج وأنا أجاوب وأنا أسقط عليه أنا قلت لي خاتم لي 17 سنة خلني أجاوب في السؤال السابع قلت أنا أخي علي بنفس النوع يعني بيعطيك يعني نبذة يا أبو سحاب من الابتدائي أنا أول مهرج ما شاركت في فقرته حلو ما شارك فواصل 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 عطنا فاصل بلا عطنا فاصل ضشر الوكد موجينا من المول ياهو اللي حسدنا وصابنا بعين عندنا نقاش مهم فجر نشطح بشطح قوي عدنا إليكم سادتنا الأعزاء عدنا إليكم بعد الفاصل الجميل أسلم ايش كنت اقول انا اي اشياء ذكرى باشخاص اللي جاتني هدايا او اخذتها من شخص يعني قدمها لي من اغراض الشخصيه احتفظيها بعدين بقدم لكم رساله ما مرت عليكم في حياتكم اتحدى انا رجل مؤمن جدا انك لما تقدم هديه لشخص الهديه اللي كانت الغرض اللي كان لك وصار هديه له اعظم من الهديه اللي تشتريها له أضرب لك مثال أنا عارف أنك ما استوعبت معك كم يا سيف مخباك في البنك معك 1,370,000 خلها على جنب سحبت لك 2000 رح تشتري لي جوال صح جديد حلو شيل الليل هذه هدية جميلة كل الناس تسويها لكن يوم أنك تطلع جوالك الشخصي الجديد اللي توك مستخدمه تقول سم أنا عندي هذه أعمق منك تشتري حاجة بفلوسك أكيد لا هذه تركض الناس يغفل عنها تكون هدايا حاجة جديدة شاريها شاري حاجة جديدة طبعا ورود طبعا تشتريها ما انت بقاطف يعني ان الجوال يعني مثلا مثل ذا اني اعطيها حاجة لي انا واروح اشتري واحدة ثانية لك انت يعني انت ساعتك كويسة وتجمل الشخصية ترتبها وتحطها قد تقول قد سم يقول لا هذه ساعتك تقول خذها انت تشوف انها افضل انا اشوف انها قيمتها المعنوية اكبر صح
يا سلام اللقطة والله صدق والله انها صادق. انا اعرف لي واحد لانها منك انت، اشتري لي وحده من السوق واعطيك. اعرف لي واحد من العمي عسكري من وين بزر، الان عمره في الاربعينات كذا، عنده خاتم جايه من جده، خاتم جايه من جده. جده 17 جده مو جده 17 جده هو اللي تقريبا خاتم بعمري كله، ب 30 سنه تقريبا بعمري كله. عندهم 35 32 اسمعني بعمرك كله. انا من الناس اللي يشتري خواتم وقليل احرص ان احد يهديني خاتم او شبحه، لان هذه اشياء انا احب اشتري اقتنيها. فهو من غلا راعي هالشيء، لو انه شاريه بفلوس جده ما حافظ عليه. واحد من عيال عمي ابو تميم اسمه سلطان هذال مسيه من هذا المنبر، عنده خاتم ابوه، عليه خاتم فضه قديمه وعليها اسم ابوه فلان فلان النكشه، لابسينه الان. يا ما شاء الله. وكان اظن كان الخاتم يا شريه لابوه، هو لبسه ابوه. طيب زين ورثه من عقب مات ولا وقع عند النقطه. خلي تشوف هذه ظاهره كويسه ولا لا. انا اقول في الهدايا هذه يا شباب انا الحوار عندي انا فيصل. مثلا مات شخص قريب لك انت لا مع خاتم ولا ساعه، جيت انت بس ساعته وخاتمه خليتها معك طول السنة، هل هذه ظاهره حلوه ولا لا؟ ما هي بشينه حلوه طالما انها اول شيء ما هي محرمه، هو المحرم الصور. الصور هي المحرمه ذوات الارواح، لكن احتفظت بساعته بخاتمه. احتفظ بس ما لابسها. لا في بعض الناس عشان ما ينسى يكون لابس. طيب شخص يذكرك ساعته. صل على النبي، لا الناس تنسى وانا اخوك، والناس يقل برها، لا تقول لا تنسى. ليش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ينقطع من عمل ماده من الثلاث، وادعو ولد صالح يدعو له. معناته شرط الدعاء له ان يكون شخص صالح دائم مرتبط بالعباده، صالح حول العباده. لكن الناس كلها تسله وتدله وتضيع وتنشهر وتشتغل كلها. طيب انا بروح اقول اوديك ابشر شغل شغل ثلاث دقائق لعبه خضرات شغل لان عندي لازم سجلت منه. يلا علاجك ما كنت صح؟ علاجي ما كنت انا داري شغل شغل اكثر واحد مر على الصيدليه بالبرنامج هذا انت، عندك 7000 علاج. اركب اركب شغل ان شاء الله نكمل حوارنا شوي ان شاء الله. رد حوارك في الشبكه رجال نجيك. شوف كيف جالس يعمها السكون والبرود الى ان اعود اليه. هذا سيف فهد راح تمشي 20 سنه قدام ما تلقى رجل يحب جلستك ويونس كثري. الله يعين يجيك حفره باطن كل شهرين. عندك اي تعليق؟ والله ما عندي تعليق صراحه. رد حوارك الشبكه.